بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، اليوم هنتكلموا عن الفول سب تراكتور. بعد ما اتكلمنا في السكشن اللي فات عن الهاف سب تراكتور، هنتكلم اليوم عن الفول سب تراكتور اللي هو قريب خالص من الفول أدر. أنا ضفت متغير ثالث اللي هو ال سي، اللي هو أنا هستلف من القيمة اللي جنب منه، بمعنى أصح يعني اللي جنب منه الرقم. طيب أوكي، أنا كنت بقول يا جماعة إني في اللي فات أنا كنت بحط برو من عندي، تمام، لكن هنا أنا هستلف من القيمة اللي جنب مني. أوكي طيب، فأنا معايا كده بيجي معايا الـ A والـ B والـ Carry، الباقي اللي انا هستلفه من الخانه اللي جنب مني، فبيجي معايا فاريبل ثالث، تمام. ونفس الدخل في الدي في الديفرنس والبرو اوت، القيمه اللي انا بحطها. طيب بيجي انا حطيت جدول احتمالاتي على ثلاث متغيرات، وهبتدي اطرح بقول يا جماعه 0 ناقص 0 ديت هيديني 0. طيب 0 ناقص 0 هيديني 0، استلفت حاجه من حد؟ لا، يبقى القيمه ديت بصفر. تمام اوكي. طيب 0 ناقص 0 ديت هيدي لك 0. طيب 0 ناقص 1 ده هيساوي ايه؟ ما ينفعش، مش هينفع 0 ناقص 1، فانا اروح احط البرو بتاعي بواحد، الواحد ده هيروح على الزيرو ديت تبقى 2. طيب 2 ناقص 1 يديني 1. جميل اوكي، نفس الفكره 0 ناقص 1 ما ينفعش احط 1 في البرو، والزيرو ده يبقى 2. طب 2 ناقص 1 يديني كام؟ يديني 1. طيب 1 ناقص 0 يديني كام؟ يديني 1. نفس القصة 0 ناقص 1 مش هينفع احط 1 في البرو وديت تكون 2. طب 2 ناقص 1 هيديني 1، 1 ناقص 1 هيديني كام؟ يديني 0. طيب 1 ناقص 0 هيديني كام؟ يديني 1. طيب 1 ناقص ده هيديني 1، 1 ناقص 0 هيديني كام؟ يديني برضه 1، وانا ما استلفتش حاجة من حد. اوكي 1 ناقص 0 ده برضه اديني 1، 1 ناقص 1 هيديني 0 وانا ما خدتش حاجه من حد، 1 ناقص 1 هيديني 0 و0 ناقص 0 هيديني برضه 0، 1 ناقص 1 هيديني 0، 0 ناقص 1 مش هينفع احط 1، الواحد ده يكون ب2، 2 ناقص 1 هيديني كام؟ 2 ناقص 1 هيديني 1. وبكده اكون انا عرفت احصل ال دي، وعرفت احصل البي او او البي او. انا كده ابقى جاهز اني ادخل القيم ديت على ايه؟ ادخل القيم ديت على جدول على كي مام علشان اعمل لها سمبليفيكيشن. وعندي في التبسيط عندي كام؟ في التبسيط بتاعي عندي على 8 احتمالات، عشان عندي 3 متغيرات احط الاي والبي والسي من تحتها 0 0 0 1 1 1 1 0 و0 1. القيم بتاعتي ها ناخدها كده، انا بكون معادله الدي يا جماعه اهو، معادله الديفرنس 0 1 1 0 0 1 1 0 و 1 0 0 1 1 0 0 1. تمام، ده اول نقطه، والحاله ديت اتعلم عليها دي 1 2 3 4 وكل واحد كروسات مع بعض، فاكرين اسمها ايه ديت؟ دي اسمها الشيك بورد كونفيجريشن. والحاله ديت معناها ان معادله الدي يا جماعه بتكون الانبوتس اكس اور مع بعض، ايه اكس اور مع البي اكس اور مع السي. سبق ان احنا اتكلمنا عن النقطه ديت في سيكشن من السكاشن. نيجي نعمله بعدين الكي ماب بتاعت مين؟ بتاعت القيمه الثانيه اللي هي البي 0، الاي والبي سي 0 0 0 1 1 1 1 0 و0 1. القيم بتاعتي انا فاكرها 0 1 1 1 و0 0 0 1. لو انا بعمل سمبليفيكيشن هاخد الاثنين دول مع بعض، ومره هاخد الاثنين دول مع بعض، ومره هاخد الاثنين دول مع بعض، هيتبقى معايا قيم البي 0 هتطلع معايا ببي سي اللي هم الاثنين دول مع بعض، زائد هاخد الاثنين دول مع الاي كومبلمنت دولت اللي اتغير فيهم الثابت فيهم السي، زائد الاي كومبلمنت والثابت هيكون عباره عن البي، فديت المعادله رقم 2. تمام، خلونا ناخدها بلون مختلف، ديت المعادله رقم 2، واللي فاتت كانت المعادلة رقم 1. كده انا اعرف ارسم يا جماعه اللوجيكال اكسبريشن اللي هو بيبقى موجود داخل الكومبوننت بتاعت الفول سبتراكتور. نتقابل ان شاء الله باذن الله الحلقه اللي جايه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.